الو حكيم انت منين؟ انا اخي ذو نستعد لينجيس نمره حطها بالدشره حطها بالدشره قلب حط وزاد وضعيف محتاج ربع عليات وفتر وجنونك دوب حياته طاب الدشرة قلب حط مزاد وضعيف محتاج ربع عليات وبتلو جنو نكتو بحياته حطها بالدشرة خذوا منه الأبرة خالته الفكرة شعشيع والفخرة السلام عليكم أنا عرفت إن جايتني حالي سيد اشتاري ياك لباس مرحبا ياك خير أوتاك ما خاصك شي ما خاصني الشكون البارح ما رقدت مالك هكذا الخير الله تميت راقد الشطر قاعد نقول لي ونقولك الخير والسلام لان هي لي حاجه جاي راك بين جاي انت راك بين ديك بيا ديك بيا ما نساها مالك ساكني لين جبرك ورد هذيك هي جايه ذاك ديك راسها بيك راسها بيك ذا الحال جيك والله قلت انا ابي اضيع معناني خالقه صيدك معناها كلام نقول قاعد تحت النفس لك وجاني أكديك يرصى بك يرصى بك لين الحقت الهم فتحتي هو كان قاعد قدام يقدر مارك راك بلدي هنا فكر تكسياتك ديك شنو بتو؟ ديك أفانسيس بيضة؟ ديك أفانسيس؟ نفو موديل بيضة؟ هو اسمه مذكر لا حول ولا قوة إلا بالله يقول جيت عارف إن قايتك صحت يقول إن شرط جبيليك 12 و99 وبيل مرت بعدين ولا هي تجلس بريدة تقول ما قطعها كعند البشر وتجهر لين الحق ذراعك منهم تقبل شو من شاء الله ذوقيات جاييني بقى ذوقيات ريطين دراج معنا إنه يبغى يطين ذوقيات خارج هذا ذوقيات اللي يجيب لنا قاعدهم هو تو يطنا بركة ما ذوقيات إن شاء الله ندور نقبوم إن شاء الله وحن نجلس يبوا لا يجيب لي هذا ودر عدل قال دور تصرح مهم تكامل إن شاء الله إن شاء الله أو ما عندك شيء تبغين نعدله لك أنا رأيي إنه اللي بخدمته ليه مونك عندك تريتي ثم نسيني كلب يلا قبضي اللي خليك إن شاء الله صقني اللي باش يصرح لك ذي كان أعلم مولي أنا لك تركي يدني نص قرونين يرجع يجي هذه حجر يا اختي جاد لي صيد وش يعرف قال جاد لي حتى نقولوا لك بعد قد لي روايه من الاستقرار ما عرف شنو قال عيان في السوق دون جبر 20 مليون 20 مليون اللي كان كان هو اللي يجيب هذه تعود انت قاعد جبر يعود قاعد جبر على راسه هو الحجاب اللي عدل 20 مليون ما يحجب هو راسه يجبر 20 مليون والله 1 مليون قاعد واحد هاي فرصه بدات يقول طرق الحجاب وش ما عرف شنو كان الشيء يثبتك في الدار ومو الدار ما تري يمشي ما هو مطبيراتك انت لسه قاعد اولي اللي ودروان وراك تخرص ذاك اللي متحاليا عايز وقع كم قد اهي فهمت
فانت قاعد مسعد تبارك معاه ساعه وطيح منك شيء. لا قلت لك لا من متن الروايه، من متن الروايه ما عاد الروايه كانت تتكرر كامله. بسم الله الله اول شو من ظرك يا دي خديك لا تي تتعود ظرك، انا مشكور لي عنك حجاء وعن اللي تعدل واللي حقيقي ما هو كذي تشبشب له. لا تخصك شهون النيطي انا في الدار لان انت الساعه في هذا الاتساع قلت لي دور شيء ما وفرته لك انا. والله الدار لا دارك يا اللي خذيك لي لا تحرك عنها. السلام عليكم خدي. عليكم السلام. ما شاء الله الحمد لله. انا شفتك بين داخل الشرطة الصالون. شو دورك؟ يا صيدو. صيدو يا ابوي تاخرك صيدو ما تعرف لي شخلك لو؟ لا صيد لا افتح عليها الله وعاد تفتاف كبير وعاد واخذت له انا الله يا اخو قاعد اتخيل ليش جاد عليك لانه هو يعرف الحجاب الله قد صار الحجاب مالي مالي ما ادري شنو من يد عليا بعد بيدي قاعد روايات نعرف انا عنهم بروحي نعرف عنهم ما يعرف ما حجاب يدي على اني ما تيت من تسعة في الدار ويا اللي مردوم لي شيء عند العتبه تم لا نمشي ونجي ونمشي ذيك قطع انا عاد خال قال هاي قطع انه ما روح حجاب وقال لي مولي عنك انت ما تسمع شيء قلت له اي اللي كان نصر وياه لانه هو حجاب وخامه انت يا ملالك مالك انت تسعه في الدار ولالك وحدك وما تكمل الطايره الدافعه وانا ما قد سمعت لحد منكم ولاني لين اسمع له بي اللي قاعد ما تقدر الله يا بحد الله اذا كنت تسمع لي حتى وانا نسمع لك انت كان عنده شيء عدل عدل راسه قاعد يعدل راسه يعدل الناس يعدل راسه قاعد ما في شيء من شيء في شيء من شيء ما هو خايف لا تكلم ما هم نعمل شو لازم حد يعتقد فيه دم لازم يخلق الواحدة من شنو؟ أنا نصقل تصق لي إيش تصق لي؟ نصقل تركي الصيد تركي الصيد أخبارك تصق لي هم؟ يعني تكلم تحت تمام والله يا دني تكلم من فوق أخبارك تصق لي إن تركي الصيد هنا تيا بدوش مجنون والله في الأخ تكلم تحت لي اسمعك عاد هو أظن شنو صيد وعاد إلى بس إلى تركي الصيد الصيد وظهر بارك تعال بارك تكلم بلاي صبي لا لا اللي خذلت لي وجننت شيء صقل لك الباسك وشيء انا حجبي عدلي هذا الخرام اللي انت تعدلهم عدلهم شلون بدي وصيب لي ابويا صلوه صيب لي صلوه اذني قايل لك شو انا قاعد حنا حنا نص شو انا صلوه لا صيب ابا ذاك البيت ما في رقا تم ما قد يكون اسم بدي عدل حجابات يا انا طريقتي احنا دارنا احنا ما عدل لا تتدخل لي حد كان يقرب يتلامي لا قايل لك صيب لي صلوه يسلمك صلوي مرق عن الخلاصه يا حجاب ترى انا راه هناك لا بدي لك مجد ما حجابك تبع دول هذا العمل ياكم انت السيد السلام عليكم حنين سيدو حاني نقول لك انا انت وسويد الواحد في الفيافي الاحمر حنين شوي بلقى كان انت افتت بك الملا ما يصير حد وصلوا ما لحقك تخاخينك وسدي انت وسويد الواحد في الفيافي الاحمر كنت موال الناس مشي باطل لا وحال صرنا على البريد قبل انا صرنا شوف شوف انت احنا عارفين قضيتك بدايه اول صار لك العين لا 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 يا اخي خلينا لا تسلم انت لا تشعر في فراغ لا ينفع ولا يطب انت الواحد انت بعد قاعد قرايت ما فاهم يلا كويس شو السلام عليكم انا 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 خذ عنك الراجل لا تنشقى نسقى لا تنشقى قال لك لا حول ولا قوه الا بالله قلت لك لا تشفى روايك حقيقي هذا الواحد هذا صيدو صيدو انت وسويدي الواحد غير الزرق احمد وين الواحد يبس الزرق دور يبس اطل نهارك من هنا تياه ما تبقى امراه ها قاعد والله يا اخوان انا راح افش المرص ولا راس حجب على راسك سويدي ايه فين طرحهم شهون ها جدوا لي احنا خاص حجب اعطينا قانون قوه حتى شفت دير الواد هذا كريم شفت الواد هذا لا 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 خاطر يعطى وهذا اللي بعليات كان متم عبد الله يحب يدور ايه ده ده هذا صار عند الهم دي الطالب طالب سيدي عند الهم طالب عند الهم ما ولا يتخطاه ما يجلس جالس جالس حالي يجلس ايه ان الله وانا اشكر عسل عسل السلام عليكم صيدو انت وسويدي
خلوا صدق البابا ما هذا المعروف صدق البابا. هاي تعب تلقى حد يدخل هذيك مصيرتك وانتم ولا ثمين. خليتوا على الطوع من ولد حد. راجل تقبل ولان. يا خو هذا الواحد فيه الفيل. أول ثمن. ترى فيا فيلا. ترى شري. فيجي. طالب قطع قطع عنه قطع عنه محيش ما بين قطع. لا مستعد. عطينا عطينا مشي لنا من عيش خليهم يجيبوا خليهم. خليهم يجيبوا خليهم يجيبوا مرسل. حد عنده فكره عرف انه مرسي المهمه لا ودوا يعرف صيف اللي قد يسيرها بيها غير ما دي داب تستره حق الله وحد كامل علمني حد شو شليك اعطيه وياك هذا حطه بشي تعلمني انا قلت لك قديم ما يتعلمني علمني دور نعلمك حنين اللي قلت له استاذ تو قلت له هي دخلك ما خاص اللي دخلوا له جاي بصيره ما تخرج من دخلك غير الان عدلان اي مآت ممثلين الناس تجدي لهم فهمت تو معاني نجيب لك لا قدر الله تكفي انت والله هذا من التقنيه الى نهو تاعنا لو هو نروان يا برد يا برد حساس حسر قهر خط الجدول يا بوي بابا لا اله الا اذا في تحول يا برد يا برد يزك يا برد يزك يا برد يزك يا برد يزك انا ماني قلت لكم 100 مره على الرياضه كنباليت ما تلبس الرقال شي جاي وصاحبه وانهم لا يجلسوا مناسب والله لا يجلسوا رواية ما تعطيه الفضل وانهم لا يدقدق يوم يعطي الفضل اخباري من واحد انتم قال خالد ما يعطيكم الفضل خلاتني خلاتني عمك قام يعطي الفضل